في حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان وبمرافقة روحية من الأب جورج شرايحة. تناولت خلال اتصال هاتفي مع الأب فرح حجازين كاهن رعية اللاتين في الميمين والأب فرح حداد كاهن كنيسة القديس نكتاريوس بصوفية موضوع العناية الإلهية، حيث أثرى ضيفا الحلقة الموضوع بكافة جوانبه والإجابة كذلك عن السؤال: هل تعتقد أن الله يترك أبنائه وقت الشدة؟ موضحين علاقة المؤمن بربه وصلاة يسوع الأخيرة من أعالي الصليب. فإلى هناك أبونا، تفضل تعطينا الموجز ما تكلم فيه ربنا إلهي إلهي لماذا تركتني على خشبة الصليب. ماشي، على كل حال إحنا مستمر نتحدث نتأمل في كلمات يسوع على خشبة الصليب. نعم، قبل أسبوعين كان كلامنا عن كلمة يسوع: اغفر لهم يا أبتي لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. والأسبوع الماضي تأملنا في كلمة يسوع للصليمين: اليوم تكون معك في الفردوس. والآن راح يكون حديثنا وتأملنا عن كلمة يسوع: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ لما صرخ ذلك الإله القدير رب الكون يصرخ من شدة الألم؟ كيف بكى من أقام الموتى؟ قاس يسوع حربالا وتركا كثيرا في حياته من مهده إلى لحده، وعبر عن هذا يوحنا الحبيب في إنجيله بقوله: أتى إلى خاصته وخاصته لم تقبله. ولكن في كل هذه الظروف كان يشعر بوقوف الآب إلى جانبه. يضع القديس يوحنا الحبيب أكثر من 50 مرة كلمة الآب على فم يسوع، حتى في ساعة النزاع في بستان الزيتون قال: يا أبتي إن كان يستطاع أن تعبر عني هذه الكأس. لكن في ساعة النزاع هذه يتغير الموقف وتتبدل الأحوال، ويشعر يسوع بالوحدة والترك، فيقول: يا أبتي لماذا تركتني؟ كانت صرخة يسوع هذه على الصليب صرخة عذاب وصرخة عتاب. أولا كانت صرخة عذاب، يبين لنا هذا النزاع أن الألم الذي شعر به يسوع ليس هو بالوهم أو الخيالي أو الظاهري فقط، لكنه هو ألم حقيقي. هو شبيه بنزاع إنسان، لأنه إن كان يسوع إلها لكنه كان أيضا إنسانا بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى، إذ كما يقول القديس بولس: صار شبيها بنا في كل شيء ما عدا الخطيئة. فقد تألم في جسده كما يتألم أي إنسان. عندما أسلم يسوع نفسه للإنسان معطن إياه الفرصة ليفعل به ما يشاء، إذا بالإنسان يستغل هذه الفرصة ينكل به ويريه مر العذاب. ولقد تأكدت هذه الإرادة عندما صاح بيلاطس: ماذا أفعل بيسوع؟ جاءه الرد سريعا وبدون أدنى تردد: اصلبه اصلبه. إن يسوع عندما أطلق هذه الصرخة لا يريد من كل واحد منا أن يتسلق الجلجلة ويصل إلى الصليب ويصل إلى المصلوب وسط الصخور المشققة وسط الغمام والظلام، لكي ينظر إلى ذلك الجبين المكلل بالشوك، إلى ذلك الوجه المشوه من شدة العذاب، إلى ذلك الجسد الممزق وقد غطته الدماء، لكي نكتشف الحب العظيم الذي يحمله ذلك القلب الكبير لكل واحد منا. عندها نسقط عند قدمي المصلوب وتنهمر من عيوننا دموع التوبة والندامة قائلين: ارحمني يا رب أنا الخاطئ التائب. آمين. لما يتكلم الرب يسوع المسيح أثناء المحاكمات ولا أثناء التعذيب والاستهزاء إلا نادرا، أما على الصليب فتكلم حين وجب الكلام، تكلم من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا. ونلاحظ هنا أن كلمات الرب يسوع المسيح على الصليب كان فيها عنصر العطاء. عجيب أيها الأخوة، وهو بالألم كان يعطي، وفي مظهر الضعف والانهزام كان يعطي. فقد أعطى لطالبيه المغفرة، وأعطى للص الذي على اليمين الفردوس، وأعطى للعذراء مريم ابن روحيا وهو يوحنا الحبيب، وأعطى أيضا ليوحنا الحبيب بركة العذراء أن تعيش في بيته، وأعطى أيضا لكل البشرية كفارة وفداء، وأعطانا أيضا كل شيء، أعطانا الاطمئنان على إتمام عمل الخلاص. أعطى لكل البشرية
وهو الذي لم يعطي أحد من البشرية شيء، قدم للبشرية كل ما يستحقونهم، ولكن إيه ما أعطوهش سوى مرا وخلا. نعم. وكلمات الرب يسوع المسيح السبعة أولها كانت موجهة إلى الله حين قال يا بتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون، وفي آخر كلماته السبعة أعطاه قالوا يا بتاه في يديك أستودع روحي. أما ما يهمنا في هذا اللقاء اليوم هو إلهي إلهي لماذا تركتني، ولا تعني هذه الكلمة الانفصال، وهي ليست انفصالا مبنيا، وهو كما يقول يوحنا في 14-11 أن أنا في الآب والآب فيها. إذن ما معنى هذه العبارة لماذا تركتني؟ كما قلنا ليس معناها الانفصال، وإنما معناها تركه للعذاب والألم، تركه يتحمل هذا الغضب الإلهي على خطيتنا، هذا من جهة النفس. أما من جهة الجسد فقد تركنا نحس يحس بالألم والعذاب، وكان ممكنا أن لا يشعر بألمه بقوة لاهوته. ولو حدث هذا لكانت عملية الصلب صورية ولم تتم هذه الآلام فعلا، وبالتالي لم ندفع ثمن الخطيئة ولم يتم سر الفداء. ولكن الآب ترك الابن يتألم، والابن قبل هذا الترك وهذا التعذيب، وهو من أجلنا نحن البشر.